جمع معرض غالف فود الذي أقيم على مدار 5 أيام رواد قطاع المأكولات والمشروبات من أكثر من 185 دولة في ضيافة إمارة دبي. المعرض الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي يقدم فرصة لدفع عجلة الشركات المثمرة وضمان مواكبة جميع الفرص والتوجهات الناشئة بعد الانقطاع الذي شهده ميدان الفعاليات المباشرة بسبب جائحة كورونا. تواجدت دولة أستونيا من خلال 16 شركة متنوعة عرضت منتجاتها الغذائية التي تعد الأنظف في العالم وفقاً لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة. ناقش المعرض على مدار أيامه سبل تعزيز الاستهلاك الواعي وركز على الاستدامة والتعاون الدولي المتبادل مسلطاً الضوء على أهمية تمكين الصفقات التجارية وتحفيز الابتكار.